وما بغيش ليا امو. طهرت اختي ما بغيش ليا امو. باي ما عرفتش ما بقاش ليا. ما عرفت اختي من عند الله ولا من عند العبد. كانت من عند الله مرحبا بارك، كانت من عند العبد اسمح لي. ما بغيش خواتاتو. تسطى لي على امي. يقول لي نصيب بقى نشوف امك. هادي عمركم ما سمعتوش واحد يموت على نسيبته. يموت على نسيبته. هادي ساكته مسكوته تخدم العلقه. الحب المشبك داك الشيء كلشي الزين على المحبه والموده. شي حاجه خايبه ما نديروهاش ياك احمد. ميزتش الهضره. سمعتو ما سمعتوش؟ ولا داك الشيء الخدمه الدقايق هذيك. يعني قاعد الهضره اللي قالت كلها راه صحيحه وكديرها، والدليل انه قناعاتو يمثل معاها. شتي ومعلق عليه صبر ديلا فعلا هو ديال. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. والرجل الخوت شويه ديال التفاعل، راكم ما كتفاعلوش مع الفيديوهات اللي كنحط لكم كل نهار فيديو، ولكني ما كنلقاش تفاعل نهائيا. ما كتخلوش لايك للفيديو وما كتخلوش كومونتير، ما عرفتش علاش كيدخل بنادم تيتفرج وما كيديرش لايك وما كيديرش كومونتير. ما فيها باس اخويا ولا اختي الا دخلتي تفرجتي في الفيديو، قبل ما تخرج خلي لي معك شي كومونتير وخلي لي معك شي لايك، شي كومونتير يكون زوين محفز باش نقدر نستمر في هذه القناه هذه. الله يحفظكم الخوت الى ما تفعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط. بغيتكم الخوت توصلوا هذا الفيديو هذا ل 2000 لايك، نشوفكم واش غتقدوا على التحدي هذا ولا لا. بغيتكم توصلوا هذا الفيديو هذا ل 2000 لايك. اللي دخل يتفرج في الفيديو يخلي لي لايك قبل ما يخرج من الفيديو ويدير معاه شي تعليق، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش يشارك ان حاجه جديده توصلك انت الاول. بغينا نوصلوا ل 100000 مشترك الخوت، ويلا نبداو. لما شافوا شي واحد معايا يقول لك خطيبه خطيبه عشيقه خطيبه. الناس عباد الله، تلاقيتوا مع الناس اللي كتعرفوهم في الزنقه، سوا صاحبك سوا صاحبتك، وكان مخرج وليده ولا بنيته في يديه، سلمتي على صاحبك وجيتي تسلم على ذاك الوليد ولا ذاك البنيته، ما كنبوسوهاش من هنا ولا ما كنبوسوش من هنايا. تعلموا دخلوا الثقافه ديالكم انك انت تبوس الدري هنا ولا تبوس له يديده ولا تبوس له راسه. مهم حاول بقد ما قدرتي من هذا تبعد له على فمه. دابا المشكله حنا عندنا في المغرب واحد الثقافه اللي قلتي لبنادم ما تبوش انك حشو عافاك ما تبوسوش من فمه، غياخذ هاك واحد النظره اللي راه بحال قلتي له سبيتي له قصيدته وقلتي له انت مصخ ولا معفون ولا شي حاجه بحال هكا. يا تعلموا انه ان الدري الصغير شحال ما كان في عمره 8 سنين 7 سنين 6 سنين 5 سنين حتى المهم حتى التربيه ما كنبوسوش من فمه، لانه علاش راه شي باكتيريا عندنا حنايا بحال تقول بقى كبيره عليه هوايه. اسيدي راك مريض، عندك الكبده، عندك الريه، عندك السل، انت ما عارفش غتنقلوا لك الدري شنو الذنب ديالو. دابا المشكله دابا حتى انا مع بنتي كنقدر نوصليها انها هي ما تبوش. كرا كتفهم. شوفي ماما ملي نكونوا غاديين عند بصريح عباره ملي كنكونوا غاديين عند شي ناس كنوصي بنتي قبل، ماما ما تبوسيش من هنا، عطيهم لحنيك. كتقول لي اوكي ماما. ملي كنمشيو عند هذوك الناس مثلا كيصدق هو مدورها لعندو وبايسها من فمو ولا بايسها من فمو، انا كنتشمئز شنو ما كان داك الناس. راه ماشي مساله نقا ولا وسخ، راه انا با منع عليه يبوسها، وبصح ما كيبوسهاش با من هنايا، ما كتبوسهاش ماما من هنايا، ما كيبوسهاش خويا من هنايا، ما كتبوسهاش عجوزتي من هنا. الناس اللي قرابين عارفين هذه الفكره هذه بلا ما نقولها لهم انايا، ولاني شي واحد كتلاقي معاه في الزنقه كيعرفك لا قلتي له لا ما تبوش غيتقلق. دخلوا الفكر ديالكم، راه ماشي مساله عفن، مساله انه كتحافظ على السلامه ديال هذاك الطفل اللي تلاقيتي معاه في الزنقه. وشكرا. ليلى الصراحه عندها الحق في الهضره اللي قالت. ايجي يا مالكاش. اوكي ليتس جو. اليوم جيت باش نكمل لكم الفلوغ اللي بديت داك النهار، اجيو تشوفوا معايا ومغير الشاون وبناولك نعامه سيدي واحد الرياض بحال ديال مراكش، اجيو تشوفوا معايا. وحلو تا واحد الريستورون مغربي فيه الطاجين ديالنا، تا واحد الروف توب بحال تيكونوا في مراكش.
ولي متواجد في مدينة مراكش. واش كاين شي حد لاعف؟ اشنو سميتو؟ خويا نوشي دا معاك في مراكش. يس اجي مراكش مراكش مراكش. وهذا هو الروف توب اللي قلت لكم كشربوا فيه قهوه بحال في مراكش. وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير كي جاكم هذا الرياض. مرحبا انا مراكو. شكرا. سلام، هذه واحد البنت فرحانه بالاجازه ديالها وحضرات ماماها وباباها كاحتفال ديال هذا الربح هذا وهذا النجاح هذا، ولكن اللي كنشوفو في هذا الفيديو انها نخلات الاب ديالها بدون قصد ديالها. يمكن شوفوا الطريقه باش تعاملت مع الام. ما فهمتش انا واحد الحاجه، انه معلاش ولاو كيقصوا دور الاب؟ راه الا كانت الام عطاتك الحياه راه الاب كيهزك على كتافه مدى الحياه. راه كل ماشي داك الباك اللي خرج وتعب وسمع الكلام اللي ما يتسمعش على ودك باش يجيب لك داك الجوج فرانك تاكل وتشرب وتقرا، راه ما خصناش لعيبه. والاب مسكين ما عطاتو حتى شي حاجه، بقى يشوف مسكين. راه هو الاب البطل الخفي او اللي في الكواليس، وانتم ما كتشوفوش داكشي اللي كيدير، كتشوفوا ديما الام. انا ام وما بغيتش انه دور الاب مسكين محقور. كونوا حقانيين ورفقا بالاب، الله يخلي لكم الاب ديالكم. الاب مسكين ليه الله سبحانه وتعالى. مشوره والزينة الله يكمل عليكم بالخير يا ربي. خرجت من الحبس وعلى سلامتك اختي ملي خرجتي. اللي كي كنستغرب منه هو وحدينات ما دايرين لا حجاب لا والو، التقذاب وهذا، هذاك حتى هو حجاب، خاصة تعرف شنو هو الحجاب. اللي كيدير الحجاب ما كيطلعش، اللي كيدير الحجاب ما كيديرش الماكياج، اللي كيدير هذاك راه ماشي حجاب. شتي كون قالتها شي وحدة اللي دايرة النقاب ولا دايرة حجاب شرعي ولا سميتو، نقول نحترمك، حيتاش أنا في الأخير كنبقى إنسانة ماشي مالك. ولكن فرحانة بهذه الخطوة اللي درتها. الانسان ما كاملش الكمال لله سبحانه وتعالى. المهم عندي هي ما كندير شي حاجه الحرام، المهم عندي هو محافظه على صلاتي، الصلاه ما بيني وبين الله محافظه عليها، ما تدي ديال حد، ما كنسرق ديال حد، بعيده على الصداع، بعيده على قالوا قلتي، بعيده على بزاف الحوايج خايبين. دايره واحد الخطوه اللي انا فرحان وكنفتخر براسي، كنفتخر. ممكن ما تكونش كامله، ممكن كل واحد كي تيشوفها، ولكن اللي تيشوفها نبغي اللي يشوفها يشوفها هو احسن مني، احسن مني، وداير دوك الخطوات اللي انا مازال ما وصلتش ليهم. ماشي وحده تفس مني وجيت تعطيني في الموعد. دابا بغيتي نعرف دابا هذه اش من الحجاب علاش كتهضر؟ دايره الحجاب وضفار قداشنا هما كلهم مصبوغين، وقالت لك تنحافظ على صلاتي، والحجبه مطراسيين، والكماره مزوقه كالتعريجه، او لبس كل ولاصق عليها، ولا تقول لك دايره الحجاب. الحجاب ديال جوميه اللي دايره انت. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، في هذا الفيديو غنمشي نشوف اول دري تلاقيت معاه غندير شي حانوت، نعطيه دقيقه يهز اللي بغى. يلا معايا. السلام عليكم. السلام. خويا الفيديو ماشي مشكل ياك؟ شوف الاسم ديالك ايوب. واش كتقرا؟ سبعه. عندي لك واحد العرض ياك؟ اه. عندك 60 ثانيه دقيقه. نقول لك طريق عداد، طلب اللي بغيتي هنا، هز لي اللي يعجبك. صافي صافي سي. عندك سير 3 2 1 يلا طريق عداد. صافي حبس حبس اخويا. مجوج واقيلا كاين كصحابي زعما يدي شي راه يدي شي يومي عصيري شي حاجه، ياك ما نعطيك تهضر مع الدار يقول لك ما خصكم شي حاجه. شي ابي بزاف اصاحبي الله يهديك. واقيلا خدامه شي جمعيه تاع ديال رمضان هذا. هو بزاف اصاحبي. شوف عطيه تما شي واحد 4 دانون ياك شي راه يبي. صافي اخويا بزاف اصاحبي. معين اسره واقيلا انت. لا هاك شي تيبان ليانين هذا هو.
واستغل الفرصه هاك عطيت مع بعضنا زيد ورا يجي يلا شوف قرا مزيان وعدني ضروري يلا سير سير عبا ما قادرش على التحت ليش درتيه علاش نمشيو للمدينه خويا نجربوا هادي ما حتى وانا ما خدامش دابا واحد الانسان ما قادش على واحد الحاجه علاش كديرها علاش ويعطي الصدق واجبات المتعه النفقه ديال الزوجه والنفقه ديال الابناء وكذا وكافه الحقوق اللي كيعطاها الاسلام للمراه خداوها بينما الواجبات ديال المراه حيدوه فولات المدونه غدا عرجع ملي شدينا خدينا من الغرب الحقوق ديال المراه وعطيناهم وخدينا الواجبات ديال الرجل من الاسلام وعطيناهم على عاتق الرجل فاصبح التوازن مختلا داخل الاسره واصبح المراه داخل الاسره عندها كافه الصوره بينما الرجل اصبح بدون صوره فهذا الخلل في التوازن الا كنا غناخذوا شي منظومه خصك تاخذها كلها كان كنا غناخذوا المنظومه الغربيه حتى هي فيها ايجابيات ولكن خصك تاخذها في شموليتها ما يمكنناش نبقاو ننتقيو وناخذوا هذه نزيدوها للمراه وهذه نحيدوها من الراجل وهذا فهذا الخلل ادى بالاضافه الى تصعير الحرب واحد العمل الله جبار قاموا به المنظمات الانثويه في الاحياء في كذا وهو اشعال نار الحرب بين الرجل والمراه والتصوير على ان المراه يمكن لها الان دير بالراجل اللي بغات وان الرجل يبقى اله جنسيه لصناعه الابناء ويمشي بحاله راه هذا اختلال التوازن ادى الى كارثه 120 الف حاله طلاق والامور غادا تصاعديا حتى الزواج ما بقاش بزاف وكارثه عظمى الله يلا عنده الحق هذا ترى كل اللي قال هذاك الشيء علاش طلاق كثير بزاف والانسان ما باقيش باقي بغى يتزوج نهائيا كتقول ليه تزوج كيك لا لا خويا خليني هكا زوج ريدي راسي يحس لي نتزوج علاش شد صلاتي في الوقت ديال حجابي داخله سوق راسي كنبغيش نمم فريمون ندير الخير عشان شد سطرتني الخميس الصايمه وكتعيش بيس واحد يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي عشني كفرني زعما هادي كندير كلشي اللي قالو في دي فوا كنقول لي راه كتكفرني حيت كيسممك تيلمون وكتجعري تيلمون بلان جوستيس كتخرج منك شي حاجه اللي اصلا انت ما عارفاش واش كانت فيك اصلا ولا ما عرفتيهاش جيتي با ميشون قسما بالله العلي العظيم ولكن ديك الحقره والتعدو كيفاش كانوا كيدبروا كومون اي ريفورمولي سكو جو ديزي واو 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 سكو سيتي كرويل انا بعدا جي في كو دي تروك دي تروك كرويل حيت كانوا كيدوروني حيت في عائله ديال شنو نقول ما نقولش كنت مزعوطه في راجلي وكنت باقا بروجه كنقول دابا علاش غنتخاصم معاه عرفتو جيتي تيمو بوزيتيف وعاد كنت الله قال الرسول وكنت متاكده كنقول انا يمكنش ربي زعما تشد صلاتي في الوقت دايره حجابي داخله سوق راسي كنتي دايره حجاب وشاده صلاتك وكتصومي الاثنين والخميس ولكني الايمان ديالك ما كانش قوي يعني كنتي امراه اقله للسقوط كون كان الايمان قوي وراكي دابا بخير وعلى خير ولكن ايمانك ضعيف داكشي علاش خرجتي لهاد الطريقه هادي